موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود الخصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع باكجات، اليوم عيد حوم كي اس اي. يا هلا والله قديم. سلام متخمر صوتي والله العظيم من زمان مره لا لعب ولا باكيجات ولا شيء، مره من زمان دحوم. حظه كويس في الباكيجات حبيبي. اوكي جايه اليوم بتحدى، يعني هياط وبنجلد بس نتحدى. اذا فزت سوي لايك. انا انتظر في شيء ما عندي شيء. لا تنتظر مني شيء، انت محظوظ. يعني ايش تبي؟ يعني ايش باقي؟ ناكد الحظ يعني. بس هذا الباكيجات بيطلع كرير مكتوب الفكاب عادي يعني. اليوم جايب لكم باكجات. شكرا لكم على الدعم في النقاط اللي راحت، ما قصرتوا بالدعم في المقطع الاخير ومقطع اللي مع سوما. شكرا لكم جميعا، الله يسعدكم على الدعم. لا تنسون كود الايتم شوب في اس ال، سهل مره. موقع قلت لك اكستشينج في كود في اس ال يخصم لك 3%. خلونا ندخل على الباكجات. خلوه يبدا دحوم اول، وراح تشوفون الشاشه عنده وكل شيء. اوكي يلا دحوم ابدا. متاكد انت؟ انا قاعد اشوف شاشته هنا. ف متاكد وانا ابدا؟ يلا بسم الله. يلا يا رب، يلا يا رب، بسم الله. والله من عينك يا سلوم، من عينك يا سلوم، والله من عينك. اوكي بنت يعني نقطتين يعني. يب. طبعا نشرح لكم بالاختصار، كل ايتم عليه نقطه، الرير نقطه، فيري رير نقطتين، بور 3 نقاط، اكزوتيك 4 نقاط، البلاك ماركت اي شيء مستري 5 نقاط، اي شيء في بنتد يزود نقطه زياده، فهمتوا؟ فبسم الله خلونا نبدا. ويا رب يا كريم نشوف حظك. ايوه الحمد لله الحمد لله. بس بنتد. لا بنتد. لا لا الله نقطتين والله تعادل. والله ايه وضعك انت خوف. حظنا خايس عبيب، ايش اللي يخوف؟ والله خايس. انت بادي برير، شوف الحين الباكج ده، احس انه في مستري. يلا يا رب بسم الله. والله من عين سلوم، والله من عين سلوم. قفلت. اصبر قفلت حبيبي. وش اللي رير تسوق انت؟ ثانية رير بس مو بنتد صح؟ يا اخي انت وخر عينك عني، بس خلني اطلع شيء كويس ارحم امك. يلا افتح ان شاء الله رير. يلا يا رب رير. شوف في 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 شعب، تعرف فيفا اللي جيت تفتح باكج يقول لك روح انك تشحن بوينت ومدري وش. يلا هنشوف. بجرب افتح بخشمي. اوكي بالماوس. شو خشمك محظوظ. لا اصبر خلنا ننزل شوي بعدين. بالله خشمي تكفى ابليس يا رب. يا ليل كل شوي يطلع لي يس نو. بسم الله. اوكي اوكي بيرير تحسن الوضع شوي. مو بنت الحمد لله، مو بنت الحمد لله الحمد لله. اوكي يعني 4-3 4-3 والله. أوكي. يا اخي نقاطنا تفشل. والله تفشل. اصبر اصبر شوف شوف الحين هذا كسرتك لعيونك. يلا 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 شوف شوف احس انه بيطلع كمبورت. شوف يا رب بنت، يا رب بنت بنت. حلو 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 حلو. بيرير متعادل الحين. لا لا ايش المتعادل؟ انت اول واحد يبدا. انا فين ضيعت؟ انا 6 وانت 4 الحين. انت كنت 3. يب. طيب خلينا نسوي شعوذه ثانيه. دام طلع لي فيري رير حط على الفيري رير، نشيل الماوس ونحطه كذا بعدين نروح كذا. يا رب رير ما هو بنتد. يا رب يا رب يا كريم. لا لا يا رب ما هو بنتد. يا رب بنتد. الحمد لله الحمد لله. وش ذا الحظ خايس. الله تعادل تعادل حلوه، تعادل كويس دايم. طيب 6. طيب خلينا نحاول نسوي شعوذه، ندخل على باكر ثاني كذا نلخم ونرجع لباكر نفسه. افتح بخشمك جرب. افتح بخشمي. يلا يعني وش خشمي؟ نشوف تحدي الخشم. يلا. ما ادري بس احس انه بيطلع شيء جامد. نبي يقول عيني. والله لا خشمي ولا خشمك. بنتد كفو. هلا 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 متقدم عليك. حلو حلو وش الحظ؟ والله محظوظ. يلا 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 9-6. يلا نفتح بصبع صغير. اوكي يلا نفتح بصبع صغير. بسم الله يا رب رير يا رير رب رير. ان شاء الله رير. لا 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 امبورت. شو اسمه بنتد؟ طعم اللون الخايس. بس بنتد 4 نقاط. حاله هذا اللي انا عايشينها. اوكي كم كنت رضيعت انا؟ اوكي دحوم ضيقه يقطعم ضيقه. اوكي قدم علي دقيقه. اي بدي اقدم عليهم نقطه بس صح؟ لا هي ايه بس نقطة. 10 10 9 انت كنت 6 صرت 10 وانا 9. حلو حلو نقطة 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 بس. اوكي اوكي ضيطي. اي والله طلع ما في فرق. اوكي بسم الله. يلا يا رب يلا يا رب يا رب يا رب اكستك من بورت كفو. بنتد حظه. لا ما هذا مستحيل بنتد. لا يا اخي قهر يقطع حظه.
والله على طول. بس يعني ما بينت يا اخي قهر. ما شعوذ بصبعي صغير يعني. 12 10. يلا ان شاء الله غير عشان اتقدم عليك. بسم الله نفتح بصبعي صغير مره ثانيه ويا رب تضبط. استحنا عشان بصبعي صغير. الله ما رب. يا رب ريل. بسم الله. بالله يا رب. الماوس اكزيتك اكزيتك. الحمد لله مو بينت تكفى. قهر. قهر. 11 نقطة اوكي. لا لا 12. تعادل تعادل. يب خلينا نجرب اصبعي الصغير. بسم الله. ليش عوده زي بسم الله الله اصبعك الصغير طلع لك اشياء عدله. اوكي بدا من بورت يا رب يا رب يا رب. الحمد لله الحمد لله انت دلايك طعم القهر. المشكله نفسه طلع لك بالضبط ترى نفسه بالضبط. والله الحظ الحظ دحوم. والله سيء ربك بكجيب. بس انا ما قد طلع لي ميستري بس المقطع اللي راح طلع لي اثنين اكزيتك ورا بعض. اوكي شكل المقطع بيطلع لك ميستري. يلا روح بسم الله. الباكج نغمض ايش رايك؟ يلا غمض انا بقول لك شكلك. طيب ميستري ميستري ها بنتت بنتت بريرير. ما تكفى الله اني قايل لك انه بريرير. يا اخي كنت تقدم علي بنقطة بس ايش الوصاخة؟ الحين كان 14 ضاعت النتيجة بس انت بتقدم علي بنقطة. اصبر انت كنت 12 بعدين طلع لك رير سبنتز يصير نقطتين 15 وانا 15 14 لا 15 14 فيك بريرير بنتز. طيب ثلاث نقاط يعني انت 15 اي كنا 12 اي 15 14 اي انا 14 وانت 15 يلا اي شيك صدعت انت اي معك ضعت ترى اخر باكج اخر باكج تكفى بالماوس بخش لا اصبر ما يجي بالماوس خشمي دور فيه افتح فيه الباكج الاخير لا. بالجوال نفتح بالجوال والله دقيقة يا رب صعبة بالجوال حط اليس بس يلا بسم الله يا رب تكفى يا جوال تكفى تكفى امبورت بنت تكفى تتين مويت لا اشوه عيال تدرون لازم اجيب فيري رير بنتت او اجيب امبورت عشان اتعداه يا رب تعادل شوف تعادل حلوة يا سلوم لا تسلك تعادل حلوة لا تسلك الحين انت 17 انا 17 وانت 15 يا رجال لو يطلع لك فيرير جبتني يا رب رير طيب نفتح بالجوال لا تقلد لا تقلد ايه لا طريقتي الماوس ضاع اصبر اصبر طريقتي طريقتي يا رب رير وتكسر ام الماوس يا رب رير يا رب لا 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 بنت تتن وايت تقطع ام القهر تتن وايت يقطع ام القهر يا عيال يقطع ام القهر والضيقه وش تتن وايت اول مره يطلع لي زي كذا اصلا والله ما يسهل اصلا ما يسهل الحمد لله حتى لو جبت مباراه عادي الحمد لله قلنا ما في جائزه الحمد لله انا كنت بحديك على $100 ولا شيء الحمد لله انك ما تحديتني والله جي جي دحم جي جي يعني كان في كانت نتيجة قريبة من بعض يعني الحمد لله والله العظيم اني توقعت اني يفوز علي بالراحة من يوم شفت حظنا من البداية قلت لا في شيء غلط قاعد يطلع لنا رير 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 وش ذا الحمد لله فرق نقطتين زيادة عنه يعطيك العافية دحوم ما تسوي شيء نقطتين يعني لو طلع لك رير كان جبتها بنتد ايه اسلك الناس طيب يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع اكتبوا لي تحت في الكومنتات متى تبون في المقطع الجاي واذا تبون نتحدد حوم مره ثانيه بس مبلغ وقدره يعني كذا في نهايه في فلوس ترى انا في فلوس انا افوز بس من طرفك لا حبيبي طرفك انت جاي بقناتك انت تحداني لا يعني كذا يعني دام اني فزت تجي تسوي ريفنج انتقام حركات يا فلوس ما بينتقم حلو طيب يعطيك العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع لا تقصرون بالدعم لايك اشتراك وفارزة التنبيهات قناة دحوم في الديسكريبشن ويعطيكم العافية على كل شيء نشوفكم على خير سلام